سيدنا الكرام، أمسية سعيدة، جمعة مباركة لكل الشعب الجزائري. نقول لكم بركم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصتكم بالنوفطور اللي تأتيكم يوميا على البلاد تي في على الساعة الثانية ونصف، دائما مع وصفات جديدة. أنا والأخت مريم. مريم مرحبا بك. مرحبا بك. جمعة مباركة. جمعة مباركة أخويا سليمان. جمعة مباركة للشعب الجزائري والأمة الإسلامية جميعا. كما عودناكم دائما ما نبخلوش عليكم بالوصف. وصفات تاعنا اليوم راح تكون اكيد وصفات على حلويات العيد، لانه ان شاء الله قرب يوم قربوا ايام العيد ان شاء الله. ان شاء الله ربي كيما يقولوا هذا الشهر ان شاء الله يرجعوا علينا بالخير، ربي يتقبل منا ومنهم يتقبل ان شاء الله. كذلك اكيد يتقبل منا ومنهم سليمان ان شاء الله، ويحفظ الامه الاسلاميه آمين جميعا آمين. ويحفظ اخواننا كذلك اللي راهم في بوسعاده، يعني على الكارثه اللي صارت فيهم ان شاء الله ربي يحفظهم. ما نطولش عليكم مشاهدينا الكرام، لكن نذكركم انه رقم الهاتف راه يمر اسفل الشاشه. نذكركم اليوم راح تكون طنبوله على اله الغسيل المهدات من طرف مؤسسه لاكاسبا. فقط هكذا دوك، غير ما نبداو نطرحوا عليكم سؤال، ما عليكم غير تتصلوا بنا مشاهدينا باش ان شاء الله يكون من نصيب واحد فيكم هذا الهدية. يلا مريم تكلي على الله. نبدأ سليمان بسم الله على بركة الله. أنا اليوم شكرا، اليوم حنحضر لكم كعك النقاش اللي طلبوه بزاف منا سليمان الأخوات. وكعك النقاش نعرفوا أنه يعني بزاف الناس يحبوه وخفيف وكذلك بزاف بنين، ما نقدروش نستغناو عليه. وجبت لهم واحد الكاتو كذلك جد ورائع، حلوة تاع سنيوة هذه، يعني نديرها في سنيوة وقطع فقط وعمر في الكيسات، ما فيها مكونات اقتصادية وخفيف. إذا سليمان نبدأ، عندي 3 كيلات تاع الفارينة. أنا هدرت هذا العبار، أنت سيداتي ديري العبار اللي حبيتيه في الدار. المهم 3 كيلات تاع الفارينة. نحتاج كيلة تاع سمن المرجان، أنا استعملت المرجان وصدقني جاني بزاف خفيف هذا الكاتو. كيلة عندي كذلك 2 مغارف تاع زيت المائدة، وعندي هنايا 2 مغارف ماشي معمرين مليح تاع سكر كلاص، مغرفة تاع المايزينا، وزوج صفار البيض، ونسحق كذلك الملح، وقرصة تاع لاليفيغ شيميك باش يعني الكعك تاعي قرصة صغيرة فقط باش يجيني فوالا ديفلوبي ويجيني خفيف. إذا نجيب هذيك السمها ديالي الجفنة. تفضلي برك سليمان، نحط هذيك اوكي ريحي درك نشوفها لك. شكرا. يلا باش ما تحركش، وزيد لي ان طورشون. تفضلي مريم باش نخدم اناس. انا الفارينه تاعي. يلا مشاهدنا الكرام ركزوا معنا، ورقه وسياله باش تدولوا مع مريم وصفه النقاش باش تجربوها وتعطونا انطباعاتكم. ونقول لكم برك باللي اليوم كاينه طنبوله خاصه بالاله تاع الغسيل، ما عليكم غير تكتفوا الاتصالات. نقول لكم باللي سؤال في متناول الجميع. يلا بسم الله. رقم الهاتف اسفل الشاشه. تفضلي مريم. اذا نعاودوا سليمان، عندي 3 كيلات تاع الفارينه معمرين هكذا مليح. نعطيكم غرفه مريم. اه معليش سليمان، اذا معليش شكرا. يلا توجد مكالمه مريم. تفضل. ام مالك السلام عليكم. عليكم. واش راكي سيدتي؟ اش راكم لاباس؟ والله الحمد لله. وانت يا سيدتي كيف حالك؟ لاباس الحمد لله. الناس تيارتهم ملاح؟ لاباس الحمد لله. تحية كبيرة اليوم. الله يسلمك خويا. واش راكي بديتي ديري في الكاطو ولا مازال؟ من اليوم إن شاء الله، من ليلة نبداو الكاطو إن شاء الله. اليوم تبداي، تعرفي أنت يا صوالحك باش ما يبسلكش. رانا نشوفوا عليكم وندوا من عندكم. إن شاء الله إن شاء الله، مرحبا بك في كل وقت. إن شاء الله. شاهي مريم لاباس؟ لاباس أختي لاباس. جمعة مباركة سيداتي. الله يسلمك حنونة وأنت بني، جمعة مباركة. شكرا. وش راه من السيارة؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله شكرا لاباس. تعيشي يلا. تعيشي يلا سيدتي. برك حبينا نبوزيو عليك لا كيستيون باش تكون عندك الحظ والفرصه ان شاء الله باش تشاركي معنا في طنبوله. انا يا خويا انا شاركت في خمسه رمضان وربحت معاكم، زعما حضرتوش معايا. كيفاش ما فهمناش سيدتي؟ عاودي. قلت لك انا خمسه رمضان كيما نهار تاع الاثنين ولا حد. اليوم الخامس من رمضان. هي تفضلي. يلا تفضلي. ربحت معاكم في طنبوله وربحت. واش ربحتي سيداتي معنا الاواني؟ ربحت اواني ولا لبسه ما بينات وقيله اواني. ماشي وقيله، اسك ملابس ولا لا. اواني؟ لا 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 ملابس. اذا سيداتي هدرنا لكم وقلنا انه الاواني ان شاء الله راح يكونوا عندكم هذه الايام.
لا وختي لا ربحتي ملابس اختي ذاك النهار دايره الحصه تاع دايره قلت لي خل ولا الليم معليش معليش حبيت تقول دقيقه برك سيداتي دقيقه من فضلك باش نفهمك حبيت تقول لنا باللي ربحتي معنا وما استلمتيش الجائزه تاعك واه ربحت وما استلمتش صح معليش نقول لك اقعدي معنا دوك نكونفيرمي وبرك رقم الهاتف تاعك والاسم تاعك واذا ما كنتي مازال ما ديتيش الكادو ديالك نعيطوا لك باش تديه ما كاش مشكل بالك ما عيطولكش بالك برك مول الماغازان بالك اشتغل ولا احنا على العموم الناس كامل داوم قلت بالك انا قلت بالك غلطت النيميرو ولا حاجه لا لا معليش ريحي معنا باذن الله دوك يشدوا عليك رقم الهاتف هكذا سيداتي شكرا تعيشي صحه فطورك بارك الله فيك برك نقول لهم برك سمحي لي مريم اكيد كاين برك اللي منين داك نعيطوا لهم يلقاو تليفوناتهم مغلوق منين داك الشوم ما كانش ولا الناس كامل داو البارح ثاني واحد المتصله عيطت لي قالت لي بلي انا ربحت وما ديتش انا اتصلت انا ومريم مقبله قالت لي واقيلا عيطنا لها وتليفونها مغلوق دوك نعاودوا نعيطوا لها حنا ما عندناش كامل بروبليم ان شاء الله تكون شفافيه ولجميع اي واحد ربح مع قناه البلاد نقولوا له الكادو تاعك راه في دارك لا ماشي اليوم غدوه كما المشكل تاع الملابس يعني الملابس كامل خذوا الهدايا تاعهم الحمد لله قعدوا زوج متصلات وحده مبليده هذيك آه خيره خيرة واحدة والله ما المهم أنا نقول خيرة الهاتف تاعك سيد كي راهو يعيط ما راهوش يحكم أنا يعني وقد البارح عيطت لي وعندنا متصلة من قسنطينة كذلك ربحت ملابس هذه تريقل المشكل تاعها خلاص أي الحمد لله هذه الحق المي هذه تاع بليدة مازال عندنا المشكل تاعها تاع الملابس إذا سليمة ندير لي دو جون دوف زوج صفار البيض نعاود فقط درنا ثلاث كيلات تاع الفارينة كيلة تاع السمن زوج مغارف تاع الزيت زوج مغارف تاع سكر كلاص مغرفه تاع المايزينا درت لافاني والملح وعندي هنايا زوج صفار بيض باش يجيني التشارك تاعي الله الله مبسس وما نساوش قرصه تاع الفارينه فقط قرصه عفوا قرصه تاع لا ليفير شيميك وهنا راح نطم بالمزهر هنا كيما قلت لكم سيداتي يا اما طمي بالمزهر ولا طميه بماء معدني طبيعي ديري فيه شويه تاع الكولورون تاع عفوا شويه تاع لاغوم تاع المزهر تاع ماء ورد لانه من المستحسن سيداتي باش تحصلي على نتيجه جيده الماء المعدني الطبيعي صدقيني راح يعني هو يجي معدني تاع لا سورس ولا تاع اللي تبع برا علاش لانه تاع العين فيه الكالكير وفيه هذاك لو جافيل من المستحسن انك ما تطميش به لاباط تاعك باش تحصلي على نتيجه جيده وهذه أستوس باش ينجح لك الكاطو شكرا مريم سليمان فضلك تجيب لي المزهر نعم لا معليش تفضل كاينه مكالمه نظن سليمان اذا نبسس كامل هذاك لو كاطو تاعي بهذا الشكل يلا توجد مكالمه مريم تفضل السلام عليكم اخت خديجه واش راكي تحيه كبيره لك الله يسلمك شكرا جمعه مباركه واش راهم ناس ديارت الله يبارك راكم منورين الشاشه وراكم ربي يحفظك شكرا جزيلا شرف كبير لينا ندير لك بالعقل بنيه باش ما تقوليش انت يلا سيدتي تفضلي واش راكي مع رمضان الحمد لله كاش حلاويات تاع العيد ان شاء الله اليوم باذن الله ان شاء الله ان شاء الله رانا دينا لا روسيت بدايه موفقه ان شاء الله سيدتي ان شاء الله يلا سيدتي نقول لك برك باش تشاركي معنا في الطنبوله شوفي واش غنبوزي لك هذا السؤال الساهل حنا اللحم كي نديروه في الفريجيدار في الكونجيراتور حنا كاع عندنا الطبيعه تاع نديروا اللحم في الكونجيراتور كي يجيبوا لنا شويه زياده ولا نقصوا شويه منها ندير في الكونجيراتور نقول باش نجبدوا نديروا به شربه نديروا به عفسه ولا نشرو منين داك شويه زياده نديروا في الكونجيراتور ومنين داك في هذا كي يكون في الكونجيراتور نجبدوه نخليوه يدي كونجلا نخدموا به معليش بصح كيما نخدموش به نحبوا نرجعوا للكونجيراتور حنا ديما نقولوا بلي ما نقدروش نكونجليوه دو فوا اللحم علاه ما علاه اللحم ما نكونجليوهش زوج خطرات بيسك نورمالمون كي دي كونجلا راهم الميكروب ولا البكتيريا تسكاثر فيه يلا شكرا سيدتي نقول لك برك دوك نشدوا رقم الهاتف تاعك ما تكوبيش واسمك وان شاء الله باذن الله لا كنتي من الفائزين راح نديروا تراج وصول قرعه مع الله شكرا سيدتي اذا سليمان راني تحصلت هذه العجينه الطاريه شوفها كيفاش لازم تجي طريه نعم نخليها فقط تروبوزي طريقة. شويه ونبدا يعني نبدا نخدم لي بول تاع معي نشكل فيها صدقني بهذا السمن تاع المرجان المرجان بزاف شباب جات شوف لاباط تاعي كيفاش هاي مانيش نعجن فيها سليمان راني غير نطم فيها لاين فيها برك
تحصلوا على هذه العجينه الطريه كما كنت تشوفوا يلا بهذا الشكل باش هكذا. الا جاتني جريه عباك النقشه تاعي تجيني صعيبه، ولا جاتني يابسه كذلك النقش تاعي راح يجيني يابس. لا هو كيما نقولوا عينك ميزانك. اذا سليمان واش ندير؟ انا نخليها تروبوزي من هنا نغطيها فقط، جيب لي ان بابي ولا نعم معليش نغطيها بهذا عادي نورمال. خليها تروبوزي، انا هذه العقده نشرح لهم العقده واش درت فيها. تفضلي هنا عندنا تروبوزي من هنا. شكرا باش بعدين نفاصونيوها. اذا عندي هنا في العقده عندي الغرس هنا تسوى هذاك تاع لي بواط، ولا ما عندكش سيداتي تقدري تحضر هذاك الغرس لو يتباع برا في لي بيدون، تفوريه تنحيلو كامل هذاك العظم ديالو، ديري له القرفه، ديري له قرنفل مرحي، زيد له جلجلان، وتزيد له شويه تاع الزبده ولا سمن مع ما زهر وتعجنه حتى تحصل على هذا القرنف عفوا على هذا العقده بهذا ولا الغرس كما نقولوا. اكيد الغرس هذا راح يجيني طري جدا. هنا اللي ما تحبش القرفه وقرنف العادي دير لافاني تخليه كيما راهو، انا نحب النقاش ديالي لازم يكون فيه القرفه وقرنف. فهمناك مريم. الوغ سليمان نروحوا لهادي نخلوهم يروبوزيو شويه. شكرا سليمان الله يسلمك. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك باللي مازلنا نسناو في اتصالاتكم، رقم الهاتف راه قدامكم اسفل الشاشه، انتم ما عليكم غير تكثروا لنا الاتصالات باش ان شاء الله كامل تكون عندكم الفرصه باش تربحوا معنا في طنبوله تاع اليوم اللي هي اله غاسل. يلا توجد مكالمه. الاخت صفيه السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك سيداتي واش راكي؟ صاب الله الحمد لله. تحيه كبيره ليك وناس تيزي وزو. صاب الله الحمد لله كاع يسلموا عليكم. تحيه كبيره اليوم بلغي لهم سلام. والله ما شاء الله راكم في القمه ما شاء الله. ربي يحفظك تعيشي. شكرا شكرا جزيلا. قولي لنا بديتي حلوه العيد لا مازال؟ اليوم ان شاء الله. اليوم ان شاء الله. واش كي ناويه ديري تنقرع جو شويه؟ المقروط تاعك اللي ديت له البارح. عاودي حاله هذاك المقروط. شاب ولا يعني ما شاء الله. الله يحفظك تزيدي. ونزيد شويه اللي صابلي. ربي يوفقك. ربي يوفق سيداتي ربي يوفق. فوالا صابلي ونحاول ندير هذا مشوك واسمو هذا النقاش. ديريه ديريه ينجح لك ان شاء الله وسهل. نتبع فيه. يلا سيداتي برك ركزي معايا هنايا نقول لك برك اللحم كي يكون نديرو في كونجيراتور يعاودي ديكونجلاه، علاش ما نعاودوش نكونجليوه؟ باسكو كي تخرجو من الكونجيلاتور كي تعاودو كاع الجراثيم تعاود تشد هذيك الجراثيم. الو انا نسمعو فيك سيداتي. فوالا فوالا كنكونجيليه من لازم نعاود الكونجيلاتور باسكو عنده جراثيم عنده ميكروب. اوكي سيداتي نقول لك قادي معنا درك شدو رقم الهاتف تاعك لا كنت الاجابه صحيحه راح تلقاي اسمك ان شاء الله هنا في القرعه المباشر. شكرا صح فطورك. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم باللي الكيستيون ان شاء الله يكون في متناول الجميع، علاش اللحم ما نكونجليوهش دو فوا؟ انا بسطنا لكم السؤال باش تفهموا علاش اللحم ما نكونجليوهش زوج خطرات. يلا مريم تفضلي. لازم نعاود في هذه الجفنه باش نخدم بليت ساع ونوري لهم فقط كيفاش يعني هذه كنت خدمت فيها. باش هكذا كاينين تكنيك هنا لازم نتبعوها لازم يكون عندي ليت ساع. يلا ركزوا برك مع مريم باش لازم تبرونشيو مليح باش المكونات يكونوا مضبوطين ولاستيس كامل كيفاش نكونوا نخدموا باش ان شاء الله ينجح لكم كامل الكاطو تاعنا. سليمان عندي هنايا في عندي كيلو تاع الفارينه، عندي 500 غرام تاع الزبده يعني كيلو فارينه 500 غرام دو بو 500 غرام تاع الزبده، كاس تاع سكر غلاس، دو باكي تاع لا ليفور شيميك، وعندي هنايا 4 حبات بيض وقرصه تاع الملح مع لافان. بسم الله واش نبدا؟ انا هذه كنت غربلتها ديجا مع الاول. الاول نديرو فارينه نحط نبدا بهذا الجفاخير هنايا سكر غلاس، نحتاج كذلك لافاني غرفه باش تخدمي شويه لافاني بهذا الشكل، ونحتاج شويه تاع الملح. الكاطو تاعي لازم نديرو له الملح، لازم هذه يعني لي كاطو كاع اي حاجه لازم نديرو فيها الملح. يلا يلا ركزوا معنا برك مشاهدنا الكرام باش تدوا الوصفه مضبوطه. اذا نبدا واش ندير؟ نبدا نبسس كاع ديك هذيك الفارينه تاعي مع الزبده بهذا الشكل. تبسيس ساهل يعرفوه نقدروا نبداو مكالمه. السلام عليكم الاخت عائشه. الو مرحبا بك سيداتي واش راكي؟ سلام. لاباس الحمد لله وانت واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش راهم الناس معسكر؟ لاباس الحمد لله وغايه. بلغي لهم تحياتنا وسلامنا. يسلمك ربي يخليك. والكاطو واش بديتي ديري سيداتي؟ مازال ما بديتش. مازال علاش؟ ما
اليوم نبدا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله سيداتي، ربي يوفق ان شاء الله، ونتمنى لكم كل خير، وان شاء الله الشعب الجزائري كاع يعيد مليح ويدير القاطو ويفرح باش حنا نكونوا فرحانين ان شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله، صدقونا باللي نتحبوا الخير لخوتنا اكثر من اللي نحبوا لروحنا. ربي يحفظك سيداتي، شكرا. يلا شوفي معايا برك سيداتي، قلنا لكم برك هذاك السؤال، علاش اللحم ما نكونجليوهش زوج خضرات؟ هو نورمالمون كي نخرجوه من الكونجيلاتور يطلق الماء، وهذاك الماء نورمالمون ما يصاحش يكون ما يليقش نعاودو نردو، صافي يطلق الماء. يلا معليش سيداتي، نقول لك برك تقعدي معنا، شدوا رقم الهاتف تاعك اذا كانت اذا كانت الاجابه تاعك صحيحه، ان شاء الله باذن الله راح تكوني مع الجماعه اللي نكون هنايا نديروا لهم تيراج على المباشر. شكرا جزيلا سيداتي، صح فطور. يلا زدت هذوك لي دو باكي تاعي تاع لا ليفير شيميك. يلا في طريق فقط جيب لي ان ريسيبيون مع اون فورش مع الفرشيطه. نعم طبسي صغير مع فرشيطه باش نبدا. ساعدك هذا منين؟ اه يكفيني ساعدك. كسر دي حبة بيض، نبدا هنايا نفتل في هاد العجينة تاعي. هذه فرشيطة، وهذه بزاف رائعة هاد الكاطو صدقوني، وراح يقطع بزاف فيه يعني كمية كبيرة. زاكي كيما نقول. فوالا زاكي. إذا نزربوا فقط شوية باش أنا لازم نوري لهم هذاك النقاش كيفاش نخدموه. يلا. طريقة سهلة ولي ما تعبهمش. بسم الله. سيما نزيد ليا اللي حبه بيض بهذا الشكل. ما يكون لا خاطرك مريم. نبدا نفتل، زيد 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 زوج على جهه. اوكي. فوالا بهذا الشكل نبدا غير نفتل فيها. زوج على جهه. يلا توجد مكالمة، ظاهرة مرحبا بك سيدتي. السلام عليكم. واش راكي؟ السلام. لاباس عليك. تحية كبيرة ليك وسكان برج بواريريج. يعيشك يعيشك. واش كاش كاطو الأخت زاهرة؟ مازال. مازال راني نشوف فيكم كامل مازال، غير مريم كانت مقلقة حاليا بداو الكاطو على البكري، كنا صايمين 15 يوم قالت لي بداو الكاطو. أكيد سليمة باش تدو سيداتي الأفكار باش. 27 إن شاء الله. ليلة 27 إن شاء الله بإذن الله، غدوا إن شاء الله ليلة 27. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال سيداتي. يلا قولي لي برك سيداتي الكيستيون كي شافي عليه. السؤال. قولي لي علاش ما نكونجليوش اللحم زوج خطرات؟ علاش لي ميكروب على ديال الجراثيم كي نخرجهم من الكونجيلاتور طايح كون عندهم ما نقدروش نكونجليوه دو فوا. يا اوكي. خلاص سيداتي قاعدي معنا، دوك شدوا رقم الهاتف تاعك اذا كانت الاجابه صحيحه، ان شاء الله باذن الله راح تلقاي اسمك هنا مع الناس اللي نديروا لهم القرعه على المباشر. شكرا، صحة فطورك سيداتي. سليمان من فضلك زيد لي زوج حبات تاع البيض. نزيد لك مريم. الحجم تاعهم كان صغير. يلا. هنا يبداو حتى تفتل لي كامل هاد لاباط تاعي. زيدوا فقط حبه واقيله تكفي على بالك. ماشي مشكل مريم. دوك نزيد لك. باك لو بلون دو ترافاي راهو. نعم. سمحوا لنا فقط. إذا بهذا الشكل. نزيد حبه تكفيني. شحال مريم؟ حبه نظن حبه تكفي. دقيقة. فوالا حبة تكفي. ما حبيبي. تحت. يلا يلا يلا. إذا المشاهدين أنا واش درت في لي ميزيور تاع معي؟ درت هنايا درت كيلو تاع الفارينة، درت فيها 500 غرام تاع الزبدة، كاس تاع سكر كلاص، دو باكي تاع لا ليفيغ، لا فاني، وهنايا ما ننساش لو زاس دو سيترون نزيدو أ لا فان، فوالا قرصة تاع الملح. صدقوني مع هذا لوزاس دو سيترون ولا ما عندكش ديري تاع البرتقال راح يجيك جد رائع. راح نضيفها معليش بهذا الشكل. يلا نظن هذا تكفي. اذا هنا اذا كان عندك البيض صغير ديري 5 حبات، واذا كان عندك البيض كبير ديري 4 حبات كاملين، وعينك هي ميزانك على حسب النوع تاع الفارينه اللي عندك سيدات. واحد شويه برك منا مريم بصح لك مطاب بالخافه. حاشاك سليمان. عافيه والو مريم. إذا شكرا. نحكموا سنيوة. فوالا هاوليك النتيجة راح نتحصل عليها في الكاطو ديالي. جيب لي شوية زبدة سليمان. يلا. سمح لي اليوم عندك ما زدتيش واقل مريم. عندك شوية ليك. معليش مريم واش نجيب لك مريم؟ خلي كمل سليمان دوك زبدة دوك ندير لك. ذكر فقط السؤال هذاك. يلا. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معنا، نقول لكم برك باللي السؤال راهو
في متناول الجميع، ثم ما عليكم غير الاتصال. وحنا رانا هنا تانيك باش نسهلوا لكم باش كامل ان شاء الله يكون عندكم الحظ باش تربحوا. يلا تفضلي مريم، انا وجدت لك الزبده. الله يسترك سليمان. صحيح يا مشاهدينا الكرام، نقول لكم كثرونا الاتصال في الهاتف راه يجي اسفل الشاشه باش تشاركونا في الوصفات، تعطونا انطباعاتكم واش من الكاطو اللي راكم حابينه. وحنا ان شاء الله ثاني نقول لكم راح نبخلوا عليكم بوالو باسكو انتم هما المعلمين في هذه الحصه. اكيد. يلا توجد مكالمه. السلام عليكم سيداتي. سلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راكي الاخت فاطمه؟ سلام. واش راكي الاخت فاطمه لاباس؟ لا الحمد لله. تحيه كبيره لسكان وهران. سلمك. واش كاش كاطو الاخت؟ بزاف. درت المقروط. درتي المقروط اللي درته البارح ولا واحد اخر سيداتي؟ واه لا واحد اخر. اه كنت خديتينا يسمى. نقصروا برك معاك اختي نقصروا. يلا سيداتي قولي لي برك الكيستيون سمعتيه وفهمتيه ولا نعاودوه لك؟ السؤال. السؤال قلنا لكم برك اللحم علاه ما نكونجليوهش زوج خطرات؟ اللحم خاطش كنكونجلوه نعاودو نشدوه. اه. نعاودو ثاني نرجعوه تما يدير الميكروبات. يلا شكرا سيداتي، نقول لك برك قاعدي معنا دوك يشدوا رقم الهاتف تاعك الا كانت الاجابه صحيحه ان شاء الله راح نديروا تيراج وصول اسمك راح يكون معاهم. شكرا صح فطورك الاخت. اذا سليمه راح نحلها بهذا الشكل، نجيب فقط ملعقه. يلا. وندير لا كونفيتور تاعي في مربى المشمش. هنا. هنا كل واحد اكيد سليمان واش حب تاع لافخيز. كاين اللي يكون عنده في الدار يوجدوا هذاك من الاحسن. اللي عندهم تاع لافخيز ثاني بزاف رائع تخرج من الاحسن تاع الدار. بزاف بنينه. انا درت هنا تاع المشمش اللي راهو ديسبونيبل. يلا شكرا. سما سبلا باني ابويو عليها مريم. هكذا نخلوها باسكو هي كي طيب دوكا تتفتح. كان نستعمل كذلك هنا العنب المجفف تاع لو كاردينال. عباكم بعد كي يطيب هذا يتنفخ يولي بزاف شباب. يلا. فوالا بهذا الشكل درت كمية واستعملت هنا لي شوكولاتي تاع منتوج لي بيبي تاع شوكولا من منتوج شوكولاتي. عباك صدقني يجي واحد الكاتو بزاف خفيف ويجي بزاف شباب. راهو تنوع، راهي شوكولا مع الزبيب مع الكوكيتي. وهنا كل وحدة واش حبت. ما شاء الله. هنا اللي حبت تستعملهم كاع لي 3. رفد لك هذه سي بون. اه سي بون سيما يعطيك الصحه. اللي حبت تستعملهم لي 3، اللي ما حبتش تستعمل فقط كيما يقولوا نوع واحد فقط لي بيبيت، ولا اللي ما عندهاش كذلك تقدر ما تستعمل والو تفرجها ديراكتومون. هي من المستحسن انك يعني ديريها بهذا الشكل. انت تقولي بالك جاتني انا بالك هنايا درت لا سوا سواراني حسيت بلي شغل درت شويه بزاف لتحت. لازم تجيب هذا الشكل غير ومن بعد تعطينا هذاك الشكل المحجر من الفوق شغل. فوالا سليمان بهذا الشكل. شكرا. نديروها في الفرن كده. انا نحلها. انت سيدتي خذي راحتك في الدار، حليها في غرضك بالعقل فقط، مشيها كامل بهذا الشكل. توجد مكالمه مريم. تفضل. فرح مرحبا بك سيدتي. السلام عليكم. واش راكي الاخت فرح؟ صح رمضان كل عام وانتي بخير. والله الحمد لله. وانت سيداتي واش راكي؟ لاباس الحمد لله يعطيكم الصحه. صحتنا وصحتك ان شاء الله سيداتي. واش راه من الناس ستيبازا؟ ولا غير صعبه. لاباس الحمد لله. بلغي لهم سلامنا وتحياتنا. الله يسلمك. الله يسلمك. تعيشي تعيشي سيداتي. واش بديتي؟ انا مع رمضان راهو جاي الحمد لله. انا مع الايام ان شاء الله. ان شاء الله يجعل ربي يجعل يشهد فينا شهاده الخير كما يقول. ان شاء الله ان شاء الله. واش درتي لنا كاطو الاخت؟ انا شو انا اليوم بديت في الفيزيانيه ان شاء الله. ان شاء الله. ودرت لي صابلي وجبتهم بصح ما نتينيهم ان شاء الله. لازم ربي يوفق. ربي يوفق ان شاء الله. ربي يوفق ان شاء الله. جيت ما حبيت نسقسي الشاف اسكو كنا كنديروا على بكري حال حبيت صابلي باه ما يفعلوا والو باه ما يكونش دالي ما يقعد خصية. تفضلي. كريستيان هو الصابلي ما يجيش كريستيان، الصابلي يجي مطمن برك. لازم فوالا لازم زعما يقعد لي طري هكا ما يعملش. شوفي مدام راهم كاينين دي بورتمون جي راهم يتباعوا شابين سبيسيال كاتو، تعمريه لداخل تغطيه وتخليه في بلاصه بارده، ولا ديريه كاريمون فريجيدير، صدقيني يقعد ان موا الكاتو تاعك جامي يفسد. شكرا سيدي. قعدي معنا برك سيدتي نقول لك برك السؤال فهمتيه وسمعتيه ولا نعاودوه لك؟
تقدر تعاودي السؤال؟ قلت لك اللحم كي نديروه في كونجيلاتور نعاودو نديكونجليوه، على ما نزيدوش نكونجليوه؟ اسكو باش نبسط لك السؤال، اللحم علاش ما نجمدوش زوج خطرات؟ علاه ما نجمدوش زوج خطرات؟ باسكو في الكونجيلاتور ويعاود يخرج ثرو اكسده، الاكسده في الالياف تاعو وتكثر فيه ويخرج الماء تاعو فيكثر فيه الميكروب. يلا شكرا سيدتي، نقول لك قادي معنا دوك يشدوا عليك رقم الهاتف، اذا كانت الاجابه تاعك صحيحه ان شاء الله راح تشاركي باش تربحي معنا. صحه فطورك سيدتي. شكرا شكرا سيدتي، صحه فطورك. اذا مشاهدينا هذيك لاباط تاعي شوفوها شحال طريه، راهي روبوزيت. شحال درتي لها كامل؟ هنايا شفت 30، اللي حبت 30 جهه كعكعات صغار، اللي حبت 40 جهه الحبه كبيره، لكن الاختيار سيدتي كيفاش راح تخدمي. هنا الا درتي هذه 40 هذه لازم تكون 20، الا 30 لافاس لازم تكون 15. اذا شوف سليمان لا تكنيك راح نديرها بزاف سهله، عطيني كان نقاش هذاك سليمان. يلا من حطيت يا مريم عفلق الجرش دوك نشوفه، خلي دوك انا نجبدو معليش بهذا الشكل، ما تكسري راسك سيداتي تفتحي لاباط ما والو، بهذا الشكل فقط راح تحصلي على نتيجه جد رائعه. شوفوا داك النقاش تماك تتمك داك الصغيور من الطرف اللي سليمان. فوالا تفضلي ملاح هذاك مريم اكيد كاين واحد اخر. اذا هذا الشكل مريم كيما راكم تشوفوا سليمان، عطيني الموسلايس ترك اوكي فوالا، نتحصل نفتحها هكذا باش نقدر ندورها كيما نحب. فوالا بهذا الشكل، من بعد نفتح هنايا فتحه منا صغيره ونغلق عليها ونتحصل على هذه الحبه تاع النقاش الجميله. هنا من بعد انت تخدميها بيدك سيداتي وتعطي لها لا فورم اللي حبيتي بهذا الشكل. نبدا سليمان، هذا هو النقاش اللي لقيت، هادو مزوج سينو نخدم بهذا كذا. انت جبت واحد صغير سينو، معليش خدمي بهذا مليح مريم، هذا النقشه تاعو ماشي شابه. معليش نبدا هكا هنا سيداتي، ما انا قلت لك شوفوا لك واحد اخر فوالا. نبدا الحبة تاعي غير بهذا الشكل. يلا ركزوا معنا مشاهدينا الكرام، فوالا بهذا الشكل حتى وين تخلص كامل الحبة. هنا كل وحدة النقشة كيفاش، وكان ثاني سليمان على بالك ما من نقش النقاش يلعب دور في لا بريزونطاسيون تاع الحبة اكيد في لا بريزونطاسيون. انا اللي نقشت فيه في الدار ماشي هكذا، هذا شويه راهو فوالا نتحصل على هذا. راني جبت لك طبسي باش ديري فيه. تفضلي تفضلي ديري هنا مريم. شكرا سلي. يلا ركزوا معنا برك مشاهدينا الكرام، درت 30 سنة 40 سنة 40 40 شكرا. قليل وين تلقاي 42 43 معليش 41 او كامل فيهم 40 ودوش. سليمان خرجوا زيدي كم لينا من الحبيبه هذه لازم نخرج فاصل. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك ان شاء الله شفتوا الطريقه وشفتوا الكيفيه وماركيتو وكتبتوا الوصفه. نقول لكم برك نروحوا فاصل قصير ونرجعوا لكم، ما عليكم غير تقعدوا معنا، مازالوا يسنوا فيكم زوج وصفات صدقوني بلي ضربه. كرام رجعنا لكم ان شاء الله نكونوا ما طولناش عليكم ان شاء الله. ورقه وسياله ندير لكم مغربيه تاع الورقه بالطبع والشاب ماك قادر مضبوطه وصدقيني بلي اقتصاديه بزاف وبريزونطاب. وراح ندير لكم ثاني واحد الكاطو بالطبع بريستيج وبزوج دورو وبهادو القوالب. خلينا نمسي لكم خلينا من والو، هادوما كامل اللي تشروهم تاع الفلون هذاك تاع الكراميل خليهم في الدار، نخدم لكم به كاطو بالطبع. انتم ما عليكم غير ورقه وستيلو ان شاء الله باش تجربوا معايا. يلا نبداو بالغريبيه تاعنا. هذه الغريبيه عندي 5 كيلات فارينه تكون مغربله، 5 كيلات فارينه مغربله، وعندي كيلة سمن استعملت المرجان ولا اللي يحب الزبده، وعندني المزهر قريصه ملح، عندي ملون هذا الابيض باش نعرفوا بلي الغريبيه تجي شويه شهبه، حبيت ندير هذا لاكولا البيضاء باش تقعد على حالها، وعندي شويه ما باش نطم به، والحشو واش عندي؟ عندي 5 كيلات تاع كاوكاو محمصين مليح بقشورهم، بعد نقولهم شويه القشور، لا ماجوريتي نخلوها بالقشور، 5 كيلات
تاع كاوكاو يكونوا مطحونين بالطبع، وعندي كيلة تاع سكر كلاصي، وعندي كيلة تاع سكر عادي، وعندي مغيرفة تاع سمن تاع المرجان. يلا ركزوا معايا، الحاجة الأولى اللي نتكلوا على الله ونبداو بها. إن شاء الله. شوفوا معايا هنايا مليح. عندي هذوك الخمسة كيلة تاع الفارينة اللي غربلتهم قبل مريم. راح ندير لهم هذيك الكيلة تاع السمن تكون سخنته شوية. تاع المرجان. إكزاكتومون. يلا خلوا هذه شوية هنا ونشوفوا. نبدا نبس صغير بالعقل بصباعي هكذايا. أنا نحب الحاجة اللي نبسوها مابقاش نعركوا فيها. غير بشوية غير بشوية نسعفوها. يلا توجد مكالمة مريم. تقبلوا مكالمة من العاصمة. مرحبا بك الأخت، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وش رايكي؟ وش عم نسمع؟ لاباس الحمد لله سيداتي. مبارك إن شاء الله. إن شاء الله. تفضلي سيداتي. تفضلي. حبيت نشارك في الطنبولة. ما يكون لا خاطرك ولا مشكل، غالي وطلب بالرخيص المهم فيه. أكيد. الله يسلمك ربي يحفظك. إن شاء الله. سيداتي إذا سيداتي السؤال يقول علاش اللحم كي نخرجوه من الكونجيلاتور ما لازمش علينا نعاودوا نرجعوه، ما هو السبب؟ بسبب البكتيريا، لأنه البكتيريا سريعة التكاثر. إيه شكرا. يلا قعدي معنا سيداتي دوك شدوا من الهاتف تاعك. يعطيك الصحة. شكرا سيداتي، صحة فطورك. يلا مريم راه نتمنى مادا بينا يكثروا بزاف الاتصالات باش يكونوا كامل عندهم ان شاء الله كما يقولوا لو شوا باش يربحوا. كما راك تشوفي مريم بسستها انا العجينه تاعي هكذا كما راكي تشوفي، هما يبسوها يخلوا يقعدوا معاها مليح يسعفوها حتى وين تتبسس لهم مليح، كي ياخذوا راحتهم في الدار ياخذوا الوقت تاعهم. يلا برك مريم عطيني غير كشي ريسيبيون صغير من فضلك. هذا يساعدك. لا هذاك الصغير معليش، هذاك هذا هذاك معليش. هذا واش راح ندير فيه انا مريم؟ راح ندير فيه قريصه تاع الملح. ندير فيه قريصه تاع الملح وراح ندير فيه شويه هذاك الملون الابيض اللي قلت لهم عليه. يلا شوفوا معايا برك هنا ديروا غير شويه هكذا، وراح ندير الماء الزهر تاع القصبه لا ماجوريتي ما زهر شويه ما ونزيد له شويه ما. يلا نحبكم كامل تركزوا معنا هنا مليح. شكرا مريم. انا ندير هنا بالعقل شويه فقط باش نلايم ما نزيدش يدك في الماء. اكزاكتومون كي يخصني نزيد. تستقبلوا مكالمه نسيمه من بومرداس، تفضلي ناس. مرحبا بك نسيمه. الله يسلمك. مش راكي اختي؟ الله يسلمك سيداتي. تفضلي تفضلي اختي. راكي توجدي الفاس برك من فضلك. لا بس الحمد لله. راكي توجدي الكاطو تاع العيد؟ مازال مازال كان مازال يا مريم حتى الغدوة. لا لا عيوم رمضان بالك عياكم رمضان. مازال احنا في دو جوغ نديرو اكيد باش يقعد الكاطو تاعكم. اكيد يقعد الكاطو تاعكم جديد وفخي كيما يقولوا. وكاين اللي عندهم هذيك العاده تاع اليومين توالا ما يحبسوش من الصباح للليل. هاي قالت لك طراب الفوق يقعدوا حتى لافي تاع العيد وحنا مازلنا مازالكم تطلعوا في التشارك وتسكروا. اذا سيداتي تشاركي معنا في الطنبوله. سمعتي السؤال؟ نعم. سمعتيه تقدري تعطيني اجابه ونعاود السؤال. علاش تعاودي هولي؟ السؤال يقول علاش حنايا في اللحم كي يكون في كونجيلاتور كي نخرجوه من كونجيلاتور ما لازمش نعاودو كي ديكونجلا ما لازمش نعاودو نرجعوه، ما هو السبب؟ تتبدل اللون تاعو والرائحه يتبدلوا. اها. والرطوبه تاعو ثاني تروح للرطوبه يفقدها. يلا. وتكون ثاني أكسدة للبروتين باسكو اللحم. تفضلي سيدتي. إن شاء الله ما تكونش قطعت غير المكالمة. ويلي مسرطن ثاني. يلا سيدتي نقول لك قعدي معانا. إذا كانت الإجابة تاعك صحيحة بإذن الله راح تكون أسمك هنا باش ندير لكم الطنبولة. شكرا. سليمان لازم نمسح لك العطاب دو تخلي. شكرا مريم شكرا. يلا شوفوا برك مشاهدينا كنتحصلوا على هذه العجينه اللي كيما راكم تشوفوا فيها ما تكون جاريه بزاف ما تكون يابسه. راك تشوف يقول لك السلطان دير لنا شويه كاطو تاع صحاب السكر.
يا والله غير يا اخي مريم ولا تحشم لا تقول لك مبرمج باسكو البارح قلت لها كي مبرمج تي كاع الكاطو لازم 15 يوم واحد اخرى يلا سليمان واش من السبب تاعنا نقولوا هكا باش حنا ماذا بينا لو كان نقدموا لهم جميع الاصناف تاع لي كاطو اللي كاين مي الله غالب انا نمدو واش قدرنا يلا مشينا لك راه نشوفوا باك نحصلوا على هذه العجينه كيما راكم تشوفوا ما تكون يابسه شوفوا صباعها ما تكون يابسه ما تكون هذيك طريه اللي ما تقدرش تخدمها يلا مريم اعطيني شويه برك تاع اعطيني برك ريسيبيون من فضلك وجدوا لهم برك نخلوها تريح هنا قدامهم على المباشر ما نغطوها ما والو يلا مريم نقول لك برك باللي هذيك العقده واش فيها مريم العقده مشاهدينا الكرام لازم تنطحن لكم مليح باسكو علاش مش راح تلايم راح تلايم بروحها هذاك الكاوكاو 5 كيلو تاع الكاوكاو اللي شفتوهم واش راح نديرو عندي 5 كيلو تاع كاوكاو ركزوا معايا هنا مليح وعندي كيلو تاع سكر نورمال عادي وعندي كيلو تاع سكر كلاصي كيما راكم تشوفوا نديرو بهذه الطريقه باش هذاك الكاوكاو يدخل فيه هذاك السكر والسكر الناعم ونعاودو نطحنوه مريم لازم تنطحن مليح باش يعني باش السكر هذاك يذوب كامل يذوب ومن طول لاباط هذيك تتعجن لنا يلا ركزوا معايا حنا نديرو غير كميه صغيره باش نورو لهم بعد هما في الدار وهما يخدموا في راحتهم يلا بهذه الطريقه يلا ركزوا برك معنا هنا مشاهدينا الكرام يلا حقرني مريم شكرا نذكر فقط مشاهدينا الكرام انه الرقم الهاتف راه يضمر اسفل الشاشه باش نستقبلوا مكالمتكم الهديه نظن انه عندنا مكالمه ام محمد من عند دفله تفضلي ام محمد السلام عليكم كيفك مرحبا بك مرحبا بك اختي واش راكي مليحه اختي مريم لاباس الحمد لله واش راهم الناس عين الدفله والله غير لاباس اختي مريم ما عندي في ليزينيتي بزاف وبغيت نعيط باش نربح في الطنبوله اذا السؤال اختي معليش باش ما تكوبالكش السؤال يقول علاش حنا اللحم كيكون في الكونجيلاتور كي نخرجوه ما لاقش نعاودو نرجعو للكونجيلاتور ما هو السبب علاش البكتيريا شكرا سيدتي قعدي معنا ما تقطعيش باش ندو الاسم واللقب ورقم الهاتف تاعك وان شاء الله تكوني من الفائزين هانا ضربنا لها سكينه يعني مريم ما فهمتوش بهذا علاش ما حبش دقيقه فقط شوفي مريم كما قلنا سليمان انه الهديه مهدات من طرف مؤسسه لاكاسبه نعم نجيبوا الاخر خليني انا نجيبوا لك سليمان الروب وحقرنا مريم معليش هذا اللي كنا خدمنا به من قبيل احسن سليمان معليش ديري بعدك يلا سمحوا لنا برك مشاهدنا الكرام عادي ديري هذاك تما يلا يلا بهذا الشكل شكرا لمسي يا سليمان خلي حتى يدور مليح بسم الله برانشي برك لابخيز شوفي مريم سبحان الله معليش سليمان معليش دير فرصي شويه برك لهنا يلا مشاهدنا الكرام نقول لكم برك عاطل على المباشر دوك نشوفوا برك واش به نعاودوا نشوفوا بهذا مريم علاش خلينا نلايمو به ديريكتومون هكذاك بلا ما نزيدو ليمو خلاص يلا عطيني برك مغرفة عطيني برك مغرفة ليمو هما في شوف برك توما خلي زيدوا برك تبعوني برك حنا والروب ما حشيمش لنا حبيت نقول لكم برك باللي لازم حتى وين ينطحن لكم مليح 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 تعرف واش معناتها ينطحن لكم مليح وحده يتحكم روحه يوليك شغل كي دير حربو راح تفضلي اسمح لي كلامك معليش وردة تفضلي وردة مساء الخير مساء النور واش راهم الناس بجاية جمعة مباركة وردة شكرا راهم بخير شوال عليكم لا بس الحمد لله الحمد لله كيفاه أختي طلعت صبا أنا مع رمضان
راكم عام رمضان ها غد وليد 27 وما بقاناش ان شاء الله الايام العيد ان شاء الله كما يقولوا يلقانا بالخير ان شاء الله لينا وديكم ان شاء الله ان شاء الله. تفضلي ورده تشاركي معنا في المسابقه. نعم بالتاكيد. اذا ورده قلنا انه اللحم كيكون في كونجيلاتور لازم كي نعاودوا نخرجوه ما لازمش نرجعوه للكونجيلاتور. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب باسكو البكتيريا تكثر. شكرا ورده قعدي معنا والصحه في طورك باش ورده لافاس الاخرى اللي قعدت نزيد لك نزيد لك شويه من فضلك. اكيد سليمان كرام مشاهدنا الكرام نقول لكم برك انتوما لو كانت تطحنوها ديرك مليح صدقوني باللي راح تكون هذا يجيكم خير. صافا غير شويه بسبسب راح يجيكم خير. هذه العقده نطحنوها ديرك في الروبو وديروا لها مغيرفه تاع السمن ولا زبده واش ما حبيتوا باش تتحصلوا على هذه العقده ونشكلوها على شكل كما يقولوا لي بوده ولا حرابش. يلا شوفوا برك معايا هنايا. شكرا مريم مروحي ديريهم من على شكل لي بوده هذوما ولا بالك واش ديري مريم؟ مسح قبل لو بلون دو ترافاي صح مسح شوفي لا طاب دو ترافاي. فوالا بهالشكل. بون سليمان نديروهم دي بوده. نديروهم دي بوده. اكزاكتومون باش نفرسيو بهم. شكرا مريم. تفضل. يلا. مريم من فضلك شوفي. جيبي لي غير شويه فارينه. باش نفتح بها هذه هي لاباط تاعنا. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا برك هنا كيفاش راح تكون. انتوما تحبوا ديروا ساشي من تحت ولا تحبوا ديروا بابي كويسون ولا كيما تحبوا بهذه الطريقه. يلا ركزوا معنا هنايا مليح. تفضلتي شكرا. كي تكون لاباط شابه قادر بلا ما دير الفارينه مريم. كي تكون عندك لاباط شابه بلا ما دير الفارينه هكذايا غير بشويه سافوها. يلا مريم قولي لهم برك باللي رقم الهاتف راه يجوز اسفل الشاشه وهما مع اليوم غير الاتصال باش يشاركونا الوصفه. وخدمي لي غير حربوش يكون خشين شويه حربوش بيان كما يقولوا انبوده. عندنا مكالمه من سعيده. يلا تفضلي. مرحبا بك اختي. سلام كيراكم؟ لاباس الحمد لله. اختي واش راه من سعيده؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله منورين الشاشة. شكرا سيداتي يلا منورين بيكم انتوما اختي. بشير في الطنبولة. بيان سور. السؤال يقول شوفي اختي قلنا انه الجبن عفوا اللحم عفوا سيداتي اللحم كيكون في كونجيلاتور كي نعاودوا نخرجوه علاش ما نعاودوش نرجعوه للكونجيلاتور؟ ما هو السبب؟ كي دي كونجلا ما نعاودوش نرجعوه ما هو السبب؟ الميكروب الميكروبات. معلي سيدتي يلا قعدي معنا اذا كنتي باللي فازتي سمحي لي مريم راح يكون اسمك ان شاء الله في الخلطه السحريه راح تكون في نهايه الحصه. ماذا بيا ممكن يجاوبوا الاجابه من المستحسن مشاهدينا كون تعطوني يعني اجابه تكون مفيده يا اخي سليمان. يلا احسن يعني باش يفهموا مام اللي راهم يسمعوا هنا واللي ما عندهمش الفرصه يعني باش يتصلوا بينا. يلا مشاهدينا الكرام نخدموها شويه قدامهم. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا كيفاش راح يكون السمك تاعها حوالي واحد 3 ملم قل من نصف سنتيم. صدقوني باللي هاد لابار راح نحل لكم فاسيلمون راح نحل لكم كما قلت لكم فاسيلمون ما تخافوا حتى حاجه. نحوا هادوما الزوائد كما راكم تشوفوا. يلا نحو هادوما زيادة. يلا ركزوا برك معنا هنا مشاهدنا الكرام هادوك لي بودا اللي خدمناهم نديروهم في الوسط بهذه الطريقة. نتوما من الأحسن ديروهم شوية خشان على اللي دارتهم مريم باش تجيب باش تجي لهم الحبة مريم. لا لا باش تجيهم الحبة كيما فوالا معليش هكذا بهذه الطريقة. يلا ركزوا معنا مليح هنا شوفوا قبل ما نغلقوها يا نديروا بياض البيض يا نديروا الماء
نديروا بياض البيض ولا نديروا الماء؟ انا من الاحسن ندير هنا الماء قدامي. يعطيني غير بانسو من فضلك مريم. اكيد. وريسيبيون صغير. يلا توجد مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. واش راكي سيدتي؟ كيف حالك؟ الحمد لله يا ربي انتم بخير. الحمد لله. وانت واش راكي؟ صحه رمضانكم. رمضانك بالصحه والهنا. مريها انا مليحه. اسم الشباب. الحمد لله. الله يبارك. والله لاباس. نشكركم اولا على هذه الحصه وعلى الوصفات اللي كنتم تقدموها في الزوج، راكم في القمه. تعيشي سيدتي تعيشي. شكرا. العفو. يعني نكونوا في القمة يعني بالوفاء تاعكم لهذا البرنامج والمتابعة تاعكم، وإن شاء الله يعني نكونوا عند حسن ظنكم سيدتي. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب راكم عند حسن الظن. إن شاء الله. شكرا سيدتي. إذا السؤال يقول، أحد شاركي معنا في المسابقة، السؤال يقول علاش اللحم كيكون في كونجيلاتور كي نعاود نخرجوا ما لازمش عليا، كي ديكونجي نعاود نرجعوا، ما هو السبب علاه ما نعاودش نرجعوا؟ تفضلي. لاحظت فيه قد القيمه الغذائيه تاعه، هو اولا قبل ما ندخلوه الكونجيلاتور تكون فيه بكتيريا، كي نعاودو نخرجوه نعاودو نديرو نكونجيلوه البكتيريا هذي تتضاعف، كي نعاودو نخرجوه المره الزوجه من الكونجيلاتور البكتيريا هذي تتضاعف. شكرا سيدتي شكرا. على هذه الاجابه الجيده. وقعدي فقط معنا ندل الاسم واللقب تاعك، وان شاء الله تكوني من ضمن الفائزين. اذا سليمان يلا ركزوا معنا مشاهدنا. كنا نقول لكم برك باللي هذيك البوده غلقت عليها مليح كما قلت لكم، يديروا الماء يديروا بياض البيض تحصلنا على هاد الحربوش كما يقولوا بهذه الطريقه. يلا ركزوا معايا مليح. اعطيني برك نتوما من احسن تجيبوه موس امجيلات كيما راكم تشوفوا، ولا كاين لي بيستوري راهم ينباعوا عند الفارماسيا. نديروا يلا شوف معايا برك، انا الكاميرامان من فضلك، هذا هو لاستيس. يلا ركزوا معايا بهذه الطريقه، نهبطوها مليح للتحت، ولا شفتوا بلي هذا غبنكم تقدروا تخدموا بالموس كيما راكم تشوفوا، ولا بالموس خير تحصلوا على نتيجه جيده. يلا ركزوا هكذا معايا، كل واحد شحال يحب تكون الحبه الحجم تاعها. يلا انا حبيت نديرها لكم غير هكذا. نجيب لك سنيوه. شوفوا كيفاش مشاهدنا الكرام كيفاش تكون كي تحصلوا على هذا الشكل، الجله هنا تقرصوها في الوسط هكذا، الجله هنا في الوسط تقرصوها بهذه الطريقه، وهذا الكوتي تدوروه من هنا، وهذا الكوتي تدوروه من هنا، تتحصلوا على الشكل هذا. يلا نزيدوا وحده. يلا ركزوا معايا، ماذا بكم برك المسافه اللي تكون هذه قد هذه قد هذه قد هذه، باش تكون لا بريزونطاسيون تاع الحبه شابه. يلا ركزوا معايا هكذا مليح، شوفوا برك كيفاش راح تكون. نابويو هنا في الوسط مشاهدنا الكرام، هنا نقرصوها كما راكم تشوفوا، نفتحوها غير شويه 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 هكذا على لا بريزونطاسيون. شكرا مريم. وقلت لكم برك هذا الكوتي يروح لاغوش، وهذا الكوتي يروح لا دروات بهذه الطريقه. صدقوني بطريقه سهله وبريزونطابل، هذه الكاطو بزاف بنين، وغريبيه تاع الورقه هذه راح ديروا بها حاله في هذا العيد، ما عليكم غير تجربوها وتعطونا رايكم. لا ماجوريتي ما يعسلوهاش مريم، ديروا لها سكر غلاس. انا ما حبيتش نعسلها، حبيت نقول لهم برك كي طيب وتخلوها تبرد ديروا لها غير شويه ناباج وديروها في الكيسات، باسكو هذه حلوه جافه. فهمتيني مريم؟ أكيد. بهذا الشكل. يلا نقول لكم برك نروحوا للاروسات رقم 2، إن شاء الله برك تكونوا فهمتوها، حنا سمحوا لنا برك رانا نزربوا لكم شوية غير على الوقت اللي راهو يداهمنا. يلا ركزوا معايا برك، هنا غادي ندخلوها للفرن مدة الطهي تاعها ما تفوتش 20 دقيقة، ما تفوتش 20 دقيقة، من 15 مينيت لل 20 مينيت. وتكون واجده. يلا مريم من فضلك شدي. شكرا. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك بلي مازلنا نستناو في اتصالاتكم، رقم الهاتف راه يجوز قدامكم اسفل الشاشه، انتم ما عليكم غير الاتصال باش تشاركونا الوصفات. نظن انه عندنا مكالمه من تلمسان. ايوا شكرا. مرحبا بك ام حمزه. بابيك الله يسلمكم. واش راهم الناس تلمسان اختي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. لاباس الحمد لله سيداتي. الحمد لله. تفضلي بديتي الكاطو تاع العيد ام حمزه. ايوا. واش حضرتي كامل؟ جبت المقروط
الله يبارك. اسمح لي بنجيب ريسيبي. يبارك. مازال نزيد عاود. ان شاء الله ان شاء الله سيداتي. يلا شاركي معنا برك في طنبوله من فضلك. اذا السؤال يقول ام حمزه، قلنا اللحم علاش كي نخرجوه في كونجيلاتور يعني في من مجمد علاه ما نعاودوش نرجعوه؟ كي نخرجوه لازم ما كي يدي كونجيلا ما لازمش نعاودو نرجعوه، ما هو السبب؟ تفضلي ام حمزه. قلت لك ما هو السبب ما علاه ما نعاودش نرجع اللحم تاعي كي نخرجوه من كونجيلاتور؟ ما هو السبب؟ كي نعاود كي كونجيلا كثر فيه البكتيريا. شكرا سيدتي. قاعدين معنا دوك شدوا رقم الهاتف أكيد. واذا كنتي من الفائزين ان شاء الله راح تكوني معنا في طنبوله. يلا مريم شوفي برك، انا جبت 500 غرام شوكولا بيضاء من نوع شوكولاتي، درتها في باماري حتى وين دابت، درت لها كاس تاع كاوكاو مرحي مليح محمص من قبل، وكاس تاع بسكوي، كاس تاع كاوكاو وكاس تاع بسكوي، تحصلت على هذا الخليط الرائع صدقوني بلي بزاف بنين، ودرت له شويه فانيلا، درت له شويه فانيلا، نعرفوا بلي الشوكولاته ذوقها شباب كي نزيدوا لها لافاني صدقوني ترجع ما شاء الله. شوفوا برك انا في الحشو واش عندي، الحشو عندي 100 غرام ولا 150 غرام تاع كاوكاو، وعندي ثاني فقط من وقتك زوج دقائق الا معليش. في وسط لاروسات هكا مريم. نوريهم فقط الكاتو هذاك، هاوليك الشكل راح نتحصل عليه، ومن بعد واش نديروا له سكر غلاس من الفوق. ما شاء الله. شكرا سليمانه، سمح لي سرقت لك من وقتك شويه. شكرا شكرا. اذا نخلوه يبرد. يلا مشاهدينا الكرام نقول لكم برك باللي هذاك 100 غرام ولا 150 غرام ولا تحبوا ديروه بالكاس، كاس كاس، المهم الكيلو يكون كيف كيف تاع الكاوكاو والكاطو ولا الجوز ولا اللوز ولا واش حبيتوا، واللي حاب يزيد لها شويه قطايف من الاحسن، وانا لايمتها هنا بكراميل، ولا اللي حاب شوكولا ولا اللي حاب اي حاجه تكون عندك في الدار متوفره وتكون بنينه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. خاصة كي راح تستعملهم في هذوك اللي مو راح تجي بزاف شابة. اكزاكتومون بزاف بنين، لايمو غير بالعقل لافورس تاعنا، من فضلك زيدي لي غير بشوية. يلا ركزوا برك معايا هنا مشاهدينا الكرام، ماشي بزاف باش ما تهربليش مريم. زيدي زيدي مغرفة ملاح. شوف كيف. شكرا مريم، دوك نشوفوا. يلا مشاهدينا الكرام قلت لكم لايموها بين ما حبيتوا، اللي حبي يلايمها بالمعجون يلايمها بالمعجون. انا ما نحبش نربطكم بزاف بالمكونات اللي يكونوا عندي، نحبكم دائما تديروا واش ما تحبوا، انا نعطيكم الفكره والحاجه الاولى والتاليه ترجع ليكم. نتحصلوا قلت لكم برك على هذا الخليط اللي يكون كما راكم تشوفوا هكذا متماسك. زيدي لي غير شويه مريم. اكيد سليمان. سمحوا لي برك مشاهدينا الكرام راني نستعمل في يدي هنا نص بركه هكذا، نظن هذه تكفيك. شكرا. سمحوا لي قلت لكم مشاهدينا الكرام راني نستعمل يدي باش نقدر نتحكم فيه مليح، وانتم اللي حاب يخدم بالمغرفه ولا كيما يحب. نتحصلوا برك على هذا القوام هكذا كيما راكم تشوفوا. يلا دقيقه برك نغسل يدي. نعم. نذكر فقط مشاهدينا انه رقم الهاتف راه يمر اسفل الشاشه. في نهايه الحصه راح نشوفوا الفائز تاع نهار اليوم، راح يفوز بالاله الغسيل مهدات من طرف مؤسسه لاكاسبا. ما عليكم غير تتصلوا وتجاوبوا على السؤال وان شاء الله يكون من نصيبكم. اذا يلا شوفوا برك ركزوا معايا، قلت لكم هذو القوالب تحبوا تدهنوهم بشويه ما تحبوا ما كان لا ديروهم مش راح يشدوا. شوفوا الحاجه الاولى واش راح نديروا، هذاك الخليط راح نديروا شويه تاع خليط من تحت. يلا شوفوا برك معايا هنا مليح، راح نجيب لافارس تاعي نخدمها بهذا الشكل على حسب العلبة اللي عندي. يلا نديروا لافارس الاولى. ديري نزيد لك شوكولا. تفضل. سمحي لي مريم. معليش نديري كبيرة. اكزاكتومون. نديروا لافارس الاولى، نزيدوا نديروا مغرفة ماشي معمرة مليح تاع شوكولا، نزيدوا نديروا لافارس الثانية، صدقوني بزاف بنين وبخيزونطاب وما فيه والو، ها بزوج دورو ونديروا الكاطو ويكون بالطبع وشان. مليح للاطفال هذا. هذا ياكلوه كاع مريم، لا اطفال لا والو. ما المناسبة. بزاف الشباب. يلا شوفوا برك معايا تحصلوا على هذا الشكل، نخلوه حنا ندخلوه للثلاجة مدة 10 دقائق. مدة 10 دقائق ويكون واجد. شوفوا الحاجة الأولى نديروا الشوكولا اللي شفتوها، نعاودوا نجيبوا شوية تاع هذيك
الخلطه اللي خدمناها بمكونات سهله وبسيطه نديروها كما راكم تشوفوا، نزيدوا فوقها شويه تاع هذاك الشوكولا بالجوز ولا باللوز ولا بالكاوكاو، مخلطه مع اختيارهم مع البسكوي، وراح نزيد لها الدوزيام تاع هذه اللي تكون عندها كشواليمه ولا تقدر تحطها بزاف بريزونطابل هذه. صدقوني باللي بزاف بريزونطابل، وعلى بالي بلي حدير ضجه هذه، على بالي بلي يا راح تسيوها ان شاء الله. ومام طون بنينه بنينه بنينه، لازم كامل تجربوها. وحاجه جديده مشاهدينا الكرام، انا نشوفوا بر احنا نحب نعطيكم الجديد، ونحب نعطيكم حاجه بوكو بليز اللي فيها لا بريزونطاسيون. كما راكم تشوفوا كي تحصلوا على هذه القهوه من دخلوها الثلاجه مده قلت لكم 10 دقائق 15 دقيقه على حساب واش عندكم، ماشي في المجمد غير في الثلاجه برك، وغير تشد روحها نديموليوها ودوك تشوفوني كيفاش زينتها. يلا ما تروحوش بعيد باش ان شاء الله فاصل قصير نرجعوا لكم. مشاهدينا الكرام باش نشوفوا الاطباق تاع اليوم راهم واجدين، الحلويات راهي متنوعه ان شاء الله ربي يحل ايامتكم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هذاك الكاطو تاعي المرمل هذاك اللي درتو تاع سنيوه، هاوليك الشكل تاعو انا طيبته وريته لكم، قطعناه وتحصلنا على هذا الشكل الطري الرائع، يجي متقطع لداخل جد رائع بهذا الشكل. اما بالنسبه لهذاك تشارك عفوا النقاش ديالي كيما راكم تشوفوا تحصلت على هذا الشكل انايا، كملت خدمته واحد يعني هذا صراحه جبته واجد انا فقط كيما راكم تشوفوا، راح تحصلوا على هذا الشكل تاع لو غاتو. ان شاء الله فقط يكونوا الوصفه تاعنا نالوا اعجابكم. سليمان تفضل نشوفوا لي غاتو تاع نهار اليوم. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا برك هذيك الغريبيه تاع الورقه، صدقوني بالله غير بزاف بنينه وبريزونطابل، لازم كامل تجربوها. غريبيه وعليها الكلام هذه، يقول لها غريبيه تاع الورقه، شوفوا فاش يكون لا بريزونطاسيون تاعها وطريه تذوب في الفم ومكونات سهله. وميم طون حبيت نقول لكم برك باللي نقدروا نديروا باللي حاجه في الغريبيه اللي ما ياكلهاش يولي ياكلها، باسكو الغريبيه اللي نعرفوها شويه ناشفه، هذه فري ماشي ناشفه وراح تليق بكم، على بالي بلي راح تليق بكم. خاصه غدوه ان شاء الله 27 اللي يديروا السهرات ولا يقدروا يحضروها باللاتاي. اكزاكتومون. تجيب بزاف روعه. وهذاك الكاطو الواعر اللي وجدته لكم من قبل درت له انا برك لهنا، درت له الكراميل من الفوق، وهذا درت له الشوكولا من نوع المرجان، صدقوني بلي بزاف شباب وبريزونطابل. حبيت برك نقسم حبه قدامكم، انا مش حاب نخسرها. توما برك شوفوا بهذه الطريقه باش تجيني بهكذا، شوفوا برك هكذا، يلا شوفوا برك كيفاش راح يكون القوام تاعها، شوفوا برك كيفاش راح يكون القوام تاعها، وشوفوا لافاكس تاعها ثاني الداخل كيفاش راح تكون. صدقوني بلي بزاف بنينه ولازم كامل تجربوها، وشوفوا الشكل تاعها راهو راقي وبريزونطاب. ان شاء الله برك نكونوا خفاف عليكم انا ومريم، وان شاء الله نكونوا لحقنا لكم الوصفات كما يحب الخاطر وفي احسن صوره. نسمحوا لنا برك شويه لضيق الوقت، وما نزيدوا 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 نبسطوا لكم باش كامل ان شاء الله نعطيكم هذيك لونفي والحماس باش تجربوا لنا الوصفات تاعنا. يلا بالنسبه للقنبله مشاهدينا الكرام نقول لكم برك كاين بزاف تاع اللي ربحوا، نقول لكم برك الجواب كان بما يخص البكتيريا، نعرفوا باللي اللحم فيه بزاف لي بكتيري، نعرفوا باللي صحتنا اولا احنا بالعنين ومريم درنا لكم هذا الكيستيون باش خاوتنا اللي ما عندهمش ثقافه في هذا الدومين وتاع هذا الكوتي تاع اللحم، نعرفوا باللي حتضروا بصحتكم. انا نشوف خفاف هذاك اللحم ما شاف، انا سمحوا لي على العباره هذه، ما نديروش ما نرميوش، انا ما حبيتش نقول لهم نرميه باسكو بزاف خاوتنا ما يقدروش يرموا اللحم هذه. سليمان دون لو سونس زعما الى باش نعاود نرجعوا، على بالكم ديك مشاهدينا الكرام اللحم كيكون في الكونجيلاتور ونعاود نديكونجليه واش يصرى؟ هذيك البكتيريا تكون فيه واحد البكتيريا بكتيري ايموبيل، هذا لا بكتيري كي نعاود نخرجو من الكونجيلاتور كي ديكونجلا لو كان نعاود نرجعو واش يصرى؟ لانه كي نخرجو اوتوماتيكمون راح نطيبو كي يطيب خلاص يعني ما نخافوش، لو كان نعاود نرجعو راح تحيا هذيك البكتيريا وراح تولي لي سامه وتقدر تقتل. هنا يقولوا لها لا فيت دي بكتيريا يعني عرس تاع البكتيريا اللي راح ينتشر في هذاك اللحم. ان شاء الله فقط مشاهدينا اولى بكل اكيد نكونوا افدناكم بهذه الاسئله، ما تقولوش بليك صعاب بصح يكونوا يعني في الدومين تاع. يلا برك شوفوا معايا مشاهدينا الكرام، حبيت ندير لكم واحد العفسه باش تعرفوا بلي صدقوني بلي كاينه شفافيه. حبيت نقول لكم بلي هام الاسماوات ماشي كاع كيف كيف، باغ اكزومبل هذا الاسم كما راكم تشوفوا، يلا شوفوا هنا وهذا الاسم، يلا شوفوا هنا ثاني وهذا الاسم، يلا شوفوا برك انا وهذا الاسم، يلا شوفوا
شكرا. يعني اللي كانوا جاوبوا اجابات صحيحه. جاوبوا اجابات صحيحه. حبيت نقول لكم باللي ما كاش اسم واحد ولا زوج، كل واحد ماركينا له اسمه كما راكم تشوفوا. يلا عاودي شوفوا مريم هذه، كل واحد ماركينا له اسمه. ودوك نديروا قدامكم الخلطه السحريه وان شاء الله تطيح في واحده ولا واحد ان شاء الله. ما عندوش ماشينا لافي ان شاء الله يطيح في واحده، راه تاعب ويغسل حوايج وليداته بيديه وربي ان شاء الله يرزقه. يلا شوفوا برك انا مع طارق اسماوات كاع ماشي كيف كيف. يلا شكرا مشاهدينا الكرام على الثقه اللي منحتوها فينا ان شاء الله. نحبوا نقاسموكم كل كبيره وصغيره. يلا حبيت نقول لكم برك شوفوا برك انا على المباشر كيفاش راح تكون. سمحوا لي برك على الازعاج هذا. مريم من فضلك ما تزيديش تدخلي بيدك، رفدي واحده وخلاص ان شاء الله. زادت دخلت يدها واحده. هاي ليك وحده. يلا يلا ما على باليش ما نشوفهاش ديريكت مو يشوفها. يلا نورمال. يلا اعطونا الاسم من فضلكم. فرح من فرح تيبازا، من تيبازا. بالبركه عليك مبروك عليك. ان شاء الله تكوني تستهليها الاخت فرح وان شاء الله بالك. ان شاء الله نطلبوا الله ما تكونش عندك ماشينا لافي في ليله الايامات المباركه هذه. ربي رزقك. نقول لكم برك خوتنا الحقنا لنهايه الحصه. شكرا جزيلا اللي مديتوا لنا من وقتكم. ونزيدوا نشكروا مؤسسه القصبه على هذه الهدايا المتواضعه اللي راهي تمدها لكم. ونقول لكم ثاني خوتنا تحيه كبيره ليكم انتم المشاهدين الكرام اللي راكم تتبعونا وتعطونا من وقتكم وترافقونا وتعيطونا. صام في بليزير لو كان ما راناش عند حسن ظنكم وما راناش خفاف عليكم ما راكمش تعطونا من وقتكم وما تروحوش ديروا لاسياس. على بالي بلي الحصه هذه في وقت لاسياس وخوتنا كاع يكونوا عيانين من الشغل هكذاك وراكم تقعدوا وتتبعونا. نقول لكم تحيه كبيره من هذا المنبر ليكم. صدقوني بالله نقول لكم كلمه من القلب، غير نبغيكم في الله والله على ما اقول شهيد. ونضلوا نديروا البوسيب باش نديروا لكم احسن صوره ونعطيكم ان شاء الله وصفات مضبوطه ووصفات في متناول الجميع. وما راناش نبخلوا عليكم لا بصغيره لا بكبيره، ومنكم انتم خوتنا نتعلموا. وشكرا جزيلا. يلا تفضلي مريم. شكرا. اي معنا فرح نظن من تيبازا. تفضلي فرح. نعم مبروك عليك فرح. الله يسلمك. اي فرحانه ما لقيتش واش تهضر. شكرا سيدتي. يعطيكم لا تفضلي بالصحة والهنا. تستاهلي كل خير. مبروك عليك سيدتي. فرح قولي لي حاجة برك الأخت فرح. نعم. عندك ماشينا لافي ولا ما عندكش؟ ما عنديش الحقيقة. لا ماشي في الحقيقة، ما عندي ولا ما عنديش؟ لا لا ما عنديش. خاطش على حنقول لك إذا عندك القديمة صدقي هدي بها الأجر كاش واحد ما عندوش، وربي راه رزقك بواحدة جديدة وتستاهلي كل خير. إن شاء الله. لا لا ما عنديش. يعطيك الصحة تستاهلي كل خير وبالبركة عليك أختي العزيزة. شكرا. هذه المعلومة إن شاء الله هذه المعلومة يكونوا استفدوا بها اللي راهم يشوفوا باش ما يطيحوش في الخطأ في حادي ونتفادوا بزاف الأمراض. شكرا فرح. نشكروا فقط مؤسسة العكسبة صغارت ودير حالها مريم اللي قدمت لكم هذه الهدية. مبروك عليك يا فرح. ونشكر مشاهدينا الكرام اللي راهم يتبعوا هذا البرنامج. ان شاء الله تقعدوا اوفياء لهذا البرنامج. احنا فقط نقولوا بلي هذه الطومبولا رانا نديروها ماشي باش مشاهدينا يقعدوا يتفرجوا فينا، لا لا، باش تحفيزا فقط لكم، تحفيزا ونعاونوهم شويه. على بالي بزاف عباك صدقني هذيك لو بون داشا اللي قدمهن اللي قدمتهن مؤسسه كيم كيدز تاع منطقة عين مليلة. صدقني يعني فرح بزاف الناس به. مام هذاك بازار أبو جالي سيد علاء نشكر كذلك على الهدية اللي قدمتهم. على بالي يعني بعض الناس مازال ما استلموش الهدايا تاعهم. نقول لكم ما تتقلقوش، يعني الهدايا تاعكم بإذن الله راح يوصلوا لكم كامل. فقط نقول لكم تبقوا على خير، ابقوا أوفياء البرنامج بنا وفطور. سلام.